السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بيم أرابيا، وإن شاء الله هنبدأ نتكلم على الحاجات الجديدة في الأوتوكاد والريفت في 2021. هو كل سنة الأوتوديسك بتنزله في شهر أبريل. لو أنت في سنة 2020 بتلاقي 2021 نزل في شهر أبريل 2020، يعني بينزل قبليها بكذا شهر كنوع من دعاية. حتى لو مفيش تحديثات كتيرة فهو بيبدأ ينزل المنتج وفي الأبديت ديت. في بعض الشركات بتنزل التحديثات او بتنزل الاصدار الجديد كل 5 سنين، فبتكون ناس نايمه، فاوتوديسك بتعمل مؤتمرات ودعايه وشغل كويس. طيب لو احنا كده هنبص على الحاجه الجديده كده في الاوتوكاد ونبدا ناخدهم واحده واحده، هنلاقي ان هو في الفيو ضاف لي خاصيه اسمها دي دبليو جي هيستوري، بيبدا يجيب لي تاريخ الناس اللي شغلت في الملف دوت. يعني يقول لك في نسخه مثلا يوم كذا، في نسخه يوم كذا، في حصل تعديلات كذا، في حد شغل على الملف. ولو انت فتحت الملف دوت وكان في حد شغال قبليك فبيبدا يجيب لك بعض الاماكن اللي حصل فيها التعديلات، فتقدر تشوف هل التعديلات دي انت محتاجها ولا في حد عدل في الملف، حد مثلا دخل على الملف ومسح جزء معين بقصد او بدون قصد. فدي خاصيه حلوه قوي اللي هي حكايه دروينج هيستوري ديت، هتخليك تقدر تعرف اخر حاجه انت عايزها. ممكن تكون انت عايز ترجع لنسخه قديمه او كده وتعرف اذا كان في حد فتح الملف بتاعك اثناء ما انت مش شغال عليه ولا